يخني الدجاج بالزهرة، حبة متوسطة زهرة أو أرنبيط، حبة كبيرة بصل، 3 عود بصل أخضر، 4 فص ثوم، قرن فلفل أخضر، قطعة زنجبيل، 4 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 3 قطع كبيرة فيليه دجاج مقطع مكعبات، حوالي 20 حبة مشروم صغير، 2 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم، ملعقة صغيرة ملح، 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1/4 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، 1/4 ملعقة صغيرة شطة مجروشة، 1/2 ملعقة صغيرة كركم، 1/2 ملعقة صغيرة كمون، 1 كوب زبادي أو روب، و2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة. وللتقديم أرز بالشعرية. إحنا حنحتاج زهرة أو أرنبيط، يبقى أنا حقطعها لقطع كبيرة بالشكل هذا في الأول. هحتاج مي مغلية، أحط معاها شوية ملح، رشة كمون إذا بتحبوا، رشة فلفل أسود إذا بتحبوا، أي مطيبات للمي بتقدروا أنتوا تحطوها حسب رغبتكم. هحتاج مصفاي، هاي بتسهل لي الشغل كتير على أساس أنقل الزهرة بعد ما تنسلق على طول. هحطها في المصفى بالطريقة هاي وأدخلها في داخل المي المغلية، هغطيها وأسيبها حوالي 2-3 دقائق مش كتير. هحتاج دجاج، ممكن إذا عنا صدور دجاج فيليه مخلية بتبقى سريعة وسهلة الشغل. هبتدي هلأ أسخن شوية زيت ذرة، رشة من الكمون، برضو رشة من الملح والفلفل، أسقطهم مباشرة على الزيت. بنقلب الدجاج، هحتاج شوية خضروات، البصل الأخضر وبصل وثوم وزنجبيل وفلفل أخضر. هالمكونات كلها هحطها في إبريق الخلاط وحضيف لها قليل من المي إذا احتجت، بعد هيك بقدر أزود أكثر، بس ما أزودش مي كتير في البداية، وأشغل لغاية ما يصير عندي معجون هيك ناعم شوي. بشيل الدجاج، بنلاحظ كيف صار عندنا شكله، هشيله. هبتدي هلأ أضيف المشروم، لاحظوا بس يأخذ هيك من الدهن تاع الدجاج. هلأ بشيله وأضيفه إلى الدجاج. هلأ بناخد الصلصة اللي جهزناها، اللي هي صلصة البصل والثوم والزنجبيل، واللي قلنا ريحتها كتير قوية، وبدنا نشوحها على النار. ابتدي هلأ أضيف الطماطم المفروم، هضيف الزبادي أو الروب، هبتدي هلأ أضيف معجون الطماطم. هحرك هالمكونات كلياتها مع بعض، ضيف البهارات اللي احنا حابين نستعملها. ابتدي هلا اضيف الدجاج والمشروم، ارجعه تاني، الارنبيط المسلوق، حرك تحريك خفيفه، هضيف الكزبره الخضراء حتعطيني طعم كتير لطيف. تقليب اخر خطوه وهيك طبقنا جاهز. هغطي وأسيبه على نار متوسطة شوي، حوالي يمكن إن شاء الله 15 دقيقة بالكتير تبقى هاليخني جاهز، وبتقدم زي ما قلنا مع طبق من رز بالشعرية. نشوف مع بعض طريقة التقديم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.